نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل الاستقبال الذي أقامته شركة لوكيد مارتن الأمريكية للاحتفاء بمرور 30 عاما من الشراكة مع قوة دفاع البحرين تزامنا مع معرض البحرين الدولي للطيران 2018. وأشاد سموه خلال حفل الاستقبال بالتعاون بين مملكة البحرين وشركة لوكيد مارتن الذي يأتي ضمن إطار العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز بشراكاتها الدولية في المجالات الدفاعية والأمنية التي يتم من خلالها تبادل أسس الدعم والتنسيق، ما يؤطره الالتزام المشترك بالأمن العالمي للإسهام في الحفاظ على وتيرة التنمية والازدهار. وقد نوه سموه بالأهمية التي تشكلها اتفاقية شراء الطائرات المقاتلة F-16 V بلوك 70 التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن العام الماضي، ما يسهم في تعزيز قدرات وجاهزية سلاح الجو الملكي البحريني، والذي تأتي ضمن برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين. وخلال الحفل الذي حضره الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع، ألقى كل من السيد رود ماكلن نائب رئيس شركة لوكيد مارتن والسيد جاستن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمات بهذه المناسبة.